برئاسه معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زين الرئيسه مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته 27 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت عن بعد لاول مره في تاريخ العمل النيابي في مملكه البحرين. وفي مستهل الجلسه اكدت معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زين رئيسه مجلس النواب ان هذه الجلسه التي تعقد عن بعد تاتي تماشيا مع الاجراءات الاحترازيه والخطوات الوقائيه للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة الجميع، ولنؤكد معا بأن العمل والإنجاز وخدمة الوطن والمواطنين مسؤولية وطنية نواصل أداءها بكل أمانة، تحقيقا لمزيد من الإنجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، معربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير للسادة النواب على اهتمامهم لعقد الجلسة. كما وأشادت معاليها بجهود الأمانة العامة بالمجلس على إعداد وتنظيم الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة عن بعد. الأخوات والأخوة، تنعقد جلستنا اليوم عن بعد ولأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين، في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعاً، لنؤكد معاً بأن العمل والإنجاز خدمة للوطن والمواطنين مسؤولية وطنية، ونواصل أداء بكل أمانة تحقيقاً لمزيد من الإنجاز في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي ظل هذا السياق، أود أن أشكركم جميعاً على اهتمامكم لعقد هذه الجلسة عن بعد، وأشكر الأمانة العامة متمثلة بسعادة الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة، وأخص بالشكر إدارة تقنية المعلومات التي قامت بإعداد وتنظيم الترتيبات اللازمة، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.